هنعمل ايه؟ هنعمل تعالى ايه؟ يا هنعمل ايه في المصيبه ما دي؟ مفيش حل غير ان احنا نطلب البوليس. لا 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 لا، احنا نبلغ اكرم، هو اللي يبلغ البوليس. او نبلغ علاء بيه يبلغ اكرم يبلغ البوليس. لا، او نبلغ مرات علاء بيه تبلغ علاء بيه يبلغ اكرم يبلغ البوليس. او نبلغ مرات اكرم بيه تبلغ مرات علاء بيه فتبلغ علاء بيه يبلغ اكرم بيه يبلغ البوليس. سبعه يبلغ واربعه بوليس؟ صح ولا حليتها غلط؟ يا اخويا انا رحت اللوكاندا اللي هناك دي ما لقيتهش، ما شفتهش انت في اي حته هنا؟ ما لقيتهش وما شفتهش. ما شفتش؟ لا ما ايه 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 الغزايه دي تبعك؟ الغزايه لازم ترحل. ايه تبعك الغزايه؟ يا تبع ايه؟ يا دي واحده جت سالت على جوزها وقالت لي ما شفتهش، بصيت في الدفاتر ما لقيتهش. خلاص يبقى ما عندهش الراجل، هنعمل لك ايه؟ يلا ايه ده سواء انت تقولي جوزك هنا؟ ايوه يا اخويا متاكده انه هنا. متاكده؟ اه متاكده ان جوزها هنا وهو مش في الدفتر. ثواني لو سمحت، انت بتحبي عصير البرتقال؟ لا البرتقال ما بستطعمهش. بحب الجوافه. الجوافه؟ يبقى هو. هو مين؟ الواد ده هو. هو الضعف في عينه. ايوه سحرتنا. يلا غزية يلا. ولا ولا بص بتستدرجني للتفاهه ازاي؟ يا سلام. امال ها واكرم بيه. كنا هنشوف السنيورة هنا. يا كرم بيه صاحبي لنصر بلدنا بل. عمي امشي ركز معايا، في راجل نازل هنا اسمه مش في الدفاتر. الراجل اللي مخبوط بتاع الجوافة اللي ممكن تتم. كان طالب اتنين عصير، واحد برتقال واحد جوافة، في نفس الوقت جات واحدة بتقول ان جوزي هنا واسمه مش في الدفاتر، وسألتها بتحب البرتقال؟ قالت لي لا الجوافة. نفهم من كده ايه؟ ان ده موسم الجوافة. انا لو جبنا قفص ده ممكن. قفص ايه ده؟ لما يبقى سؤال في سر الارض تقول لي موسم الجوافه. ركز يا هقول لك يا عمي. بص لو سمحتي، انت لو شفتي جوزك تعرفيه انسه؟ انسه وجوزي ازاي يا اخويا؟ الكلام ده مش فاهمه يعني. ايه اللي مش فاهمه؟ يهبل يهبل. اوعي انت بتقول اي اسئله. طب فين قصدي؟ طبعا يا دي اصبر يا بص بقى الخبره. ايوه بص بقى العراقه. يا عمي ايوه ربنا يستر. سؤال بقى ايه نفهم منه؟ خلاص هل جوزك؟ لا لا مش هينفع، احنا من لحمك ودمك نستحملك. هي هتخمن يعني؟ معلش قول السؤال معروف يا. معلش قوله كامل واخصمه من قصة قدام. معلش معلش طالما انت الكلمة عندك عزيزة. معلش هل جوزك ذكر؟ طبعا يا اخويا ذكر. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده والاسئله الكتير انتوا عايزين تسالوا؟ انا مش فاهمه انتوا في ايه بالظبط. احنا اسفين انت بتسال انثى البجعه. ايه اللي هل جوزك ذكر؟ ما اكيد ذكر. ولا منصف. ايه مفيش غير حل واحد. ايه خدها وروح بيها الاوضه. لا لا انا طلعت الاوضه واتصدمت مش هطلع تاني. خلاص ياد ما دام انت خدت الشوك فمش هتاخد الشوك تاني. ايه طب ما تطلع انت خد الشوك مره. ياد ما انت خدت الشوك ياد يعني. خلاص يا اخويا ما ناخد الشوك كلنا. ايه ده ايه ده انت فهمت ايه بقى؟ لا لا احنا ما نفكرش عمي. لازم تطلع معايا. لا لا مش هينفع اطلع معاك. ليه؟ لان انت خلاص خدت الشوك وخدها يا ياد وخش على الاوضه. معلش اطلع معانا وانا هطلع ناخد شوك مع بعض. خلاص نروح مع بعضينا كلنا. لا يا اخويا انت فهمتوني صح ولا ايه؟ لا انا مش بتاعت الحاجات دهيا. لا فهمتوني صح ولا ايه؟ انت لسه هتتكلمي؟ اخلاصي.